بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 103. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. وقفنا مع المؤلف رحمه الله في لقائنا السابق عند قوله بعد أن ذكر النهي الشديد عن أن يفعل شيء من أعياد الجاهلية على أي وجه كان، قال رحمه الله: أعياد الكفار من الكتابيين والأميين في دين الإسلام من جنس واحد، كما أن كفر الطائفتين سواء في التحريم وإن كان بعضه أشد تحريما من بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر الشيخ رحمه الله فيما سبق مخالفة المسلمين للكفار في أعيادهم، وأن للمسلمين أعيادا خاصة شرعية وللكفار أعيادهم، بين أن المراد بالكفار هنا عموم الكفار، سواء كانوا كتابيين وهم اليهود والنصارى، يسمون كتابيين لأن الله أنزل على أنبيائهم الكتب كالتوراة والإنجيل، أو كانوا كفارا أميين ليس لهم كتاب وهم العرب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم ليس لهم كتاب ويسمون بالأميين من أجل ذلك، كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. والمراد بالأميين هنا العرب، بعث الله فيهم رسولا منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو النبي الأمي. والأمي في الأصل هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، هذا هو الأمي. الشيخ رحمه الله هنا يقول المراد بالكفار الذين نخالفهم في أعيادهم عموم الكفار، سواء كانوا كتابيين أو كانوا أميين أو كانوا من المجوس أو من أي نوع كان من الكفار، فإن المسلمين يخالفونهم في أعيادهم، وإن كان بعضهم أشد كفرا من بعض، فلا شك أن المشركين أشد كفرا من الكتابيين، لأن الكتابيين عندهم إيمان، عندهم من الإيمان بالرسل والكتب ما ليس عند المشركين الذين يعبدون الأوثان، فإنهم لا يؤمنون بكتاب ولا يؤمنون برسول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يختلف حكم هذه تلك الأعياد في حق المسلم، لكن لا يختلف حكم أعياد الكفار في حق المسلم، سواء كانت أعيادا لليهود أو للنصارى أو للمجوس أو للمشركين أو للعرب في الجاهلية. نعم. لكن أهل الكتابين أقروا على دينهم مع ما فيه من أعيادهم بشرط أن لا يظهروها ولا شيئا من دينهم، وأولئك لم يقروا. هذا من الفوارق بين الكفار
من أهل الكتاب والكفار من غيرهم. فالكفار من أهل الكتاب يقرون على دينهم إذا التزموا بدفع الجزية وهم صاغرون، كما قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فيقرون على دينهم، ومن جملة دينهم أعيادهم يقرون عليها يمارسونها، لكنهم لا يظهرونها في بلاد المسلمين، وإنما تكون خاصة بهم وفي داخل بيوتهم ومحلاتهم. نعم. بل أعياد الكتابيين التي تتخذ دينا وعبادة أعظم تحريما من عيد يتخذ لهوا ولعبا، لأن التعبد بما يسخطه الله يكرهه ويكرهه أعظم من اقتضاء الشهوات بما حرمه. نعم. فأهل الكتاب وإن كانوا أخف كفرا من المشركين، إلا أنهم في العيد هم أشد من المشركين، لأنهم يتخذون عيدهم عبادة لله عز وجل، بخلاف المشركين فإنهم لا يتخذونه عبادة، لا يتخذون عيدهم عبادة، وإنما يتخذونه لشهوات النفوس واللهو واللعب. نعم. قال: لأن التعبد بما يسخطه الله ويكرهه أعظم من اقتضاء الشهوات بما حرمه، ولهذا كان الشرك أعظم إثما من الزنا. نعم، لأن الشرك عبادة لغير الله عز وجل، فهو أعظم من الزنا، وإن كان الزنا فاحشة وساء سبيلا، لكن الشرك أعظم منه، لأنه يتخذ دينا، بخلاف الزنا فإنه شهوة، ومعصية الدين والبدعة شر من معصية الشهوة. نعم. ولهذا كان جهاد أهل الكتاب أفضل من جهاد الوثنيين، وكان من قتلوهم من المسلمين له أجر شهيدين، وذلك للآية السابقة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. فذكر الله جرائمهم الشنيعة التي توجب على المسلمين قتالهم، لأنهم يتسمون بالدين، وأما المشركون فلا، والكفار من غيرهم فليس لهم دين يعني يتسمون به ويتقربون به إلى الله، أما هؤلاء فيتسمون بالدين لله عز وجل، فهم أشد خطرا من خطر المشركين والوثنيين. نعم. وإذا كان الشارع قد حسم مادة أعياد أهل الأوثان خشية أن يتدنس المسلم بشيء من أمر الكفار الذين قد يأس الشيطان أن يقيم أمرهم في جزيرة العرب، فالخشية من تدنسه بأوضال الكتابيين الباقين أشد، والنهي عنه أوكد. نعم. خطر اليهود والنصارى على المسلمين أشد من خطر الوثنيين، لأن الوثنيين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأس من أن المصلين في جزيرة العرب يعبدون الشيطان، لأن الله من عليهم بالدين وتأصل في قلوبهم وعقيدتهم، فلا يتمكن الشيطان من إدخال الشرك عليهم. هذا في المصلين الذين يؤدون الصلاة على الوجه المطلوب، والصلاة كما قال الله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن أعظم الفحشاء والمنكر الشرك بالله عز وجل، فالصلاة تنهاهم عن ذلك، فالشيطان لا يتسلط عليهم، وهذا فيه فضل الصلاة وأنها تعصم من الشيطان ومن الشرك ومن سائر المعاصي والشرور، بخلاف الذين لا يصلون ولا يحافظون على الصلاة فإن الشيطان يتسلط عليهم وهم في جزيرة العرب، لأنهم فتحوا على أنفسهم بابا للشيطان وخرجوا من الحصن الذي يعصمهم من الشيطان، فالشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعبده المصلون، المصلون خاصة
أما غير المصلين فإنهم يعبدون الشيطان بلا شك. والحاصل من هذا بيان أن خطر اليهود والنصارى شر على المسلمين من خطر الوثنيين، لأن الوثنيين يعرف الناس أنهم على أوثان وأنهم على شرك واضح، خلاف أهل الكتاب فإنهم يلبسون على الناس أنهم أهل دين وأنهم أهل كتاب وأنهم أتباع الرسل، فخطرهم أشد على دين المسلمين من خطر الوثنيين، لأن الوثنيين لا يدلون بدين ولا بكتاب يشبه على المسلمين، خلاف اليهود والنصارى فإنهم يدلون. ولذلك الآن نسمع من ينادي بالتسوية بين الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام، حتى يصل الحال ببعضهم إلى أن يقول إنهم أخوة، إنهم إخوة في الدين. هذا من أجل اللبس في أن أهل الكتاب يدعون الإيمان بالله عز وجل ويدعون اتباع الرسل والأنبياء، فهم أشد خطرا ممن لا يدعي ذلك. نعم. ولذلك لا يسمح حوار أديان مع المشركين. نعم. ولذلك لا يسمح حوار أديان مع المشركين. لا يسمع حوار مع المشركين وعبدة الأوثان. إنما الدعوة الآن لأصحاب الأديان السماوية، الأديان الثلاثة، ومن الشر والعجب العجيب أنهم يقولون الأديان الإبراهيمية، فينسبون اليهودية والنصرانية إلى إبراهيم عليه السلام. الله جل وعلا يقول: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالخشية من تدنسه بأوضار الكتابيين الباقين أشد، والنهي عنه أوكد، كيف وقد تقدم الخبر الصادق بسلوك طائفة من هذه الأمة سبيلهم. نعم، وهذا مما يؤيد أن خطر اليهود والنصارى على المسلمين أشد، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن، يعني فمن القوم إلا أولئك. فأخبر أن التشبه يحصل أكثر في أهل الكتاب أكثر من التشبه بالوثنيين، وهذا يدل على خطورة اليهود والنصارى. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: الوجه الثالث من السنة، أي بعد الوجه الأول في عدم إقرار الجاهلية، والثاني في تحريم الذبح بمكان عيدهم وأوثانهم. قال: الوجه الثالث أن هذا الحديث وغيره قد دل على أنه كان للناس في الجاهلية أعياد يجتمعون فيها، ومعلوم أنه بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محى الله ذلك عنهم فلم يبقى شيء من ذلك. الشيخ رحمه الله ذكر فيما سبق تحريم مشاركة الكفار في أعيادهم من الكتاب الكريم ومن السنة النبوية والإجماع، انتهى من ذكر ما جاء في القرآن من تحريم مشاركة الكفار في أعيادهم، وانتقل إلى القسم الثاني وهو السنة، وذكر وجوها من السنة، ذكر وجوها من السنة. نحن الآن في الوجه الثالث منها. نعم، الثالث. قال: الثالث أن هذا الحديث وغيره، قال ذهب الناذر أن يذبح ببوانة، أن هذا الحديث يعني في قصة الرجل. نعم. الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة، ما زال الكلام على هذا الحديث. نعم. قد دل على أنه كان للناس في الجاهلية أعياد يجتمعون فيها، ومعلوم أنه بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محى الله ذلك عنهم فلم يبقى شيء من ذلك، ومعلوم أنه لولا نهيه ومنعه لما ترك الناس تلك الأعياد، لأن المقتضي لها قائم من جهة الطبيعة التي تحب ما يصنع في الأعياد، خصوصا أعياد الباطل من اللعب واللذات، ومن جهة العادة التي ألفت ما يعود من العيد، فإن العادة طبيعة ثانية، وإذا كان المقتضي قائما قويا فلولا المانع القوي لما درست تلك الأعياد. هذا الحديث، حديث الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة، يدل
على أنه كان للمشركين الوثنيين أعياد في الجاهلية، ويدل أيضا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع منها، منع المسلمين منها ومحاها، بدليل قوله هل كان فيها، وكان هذا في الزمان الماضي. هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ دل على أنهم كان لهم أعياد وأن الإسلام جاء بإزالتها، ولكن يخشى أن يعاد إليها، لأن النفوس والطبيعة، طبيعة البشر تميل إلى 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 الرجوع إلى ما ألفته من قبل، ولو كانت قد انتقلت منه، فإنه لا يؤمن أنها تنزع إليه وتميل إليه. فلذلك سد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطريق في أنه لو كان في هذا المكان وثن من أوثان الجاهلية أو عيد من أعيادهم لمنع الناذر أن ينفذ نذره فيه، سدا للذريعة للرجوع إلى هذه الأعياد التي أزالها الله عن المسلمين. نعم. قال فلولا المانع، إذا كان المقتضي قائما قويا فلولا المانع القوي لما درست تلك الأعياد. نعم، لولا المانع وهو نهي الرسول صلى الله عليه وسلم القوي منها لما ترك الناس هذه الأعياد، لأن النفوس تتعلق بالأعياد لما فيها من حظوظ النفس من الشهوات واللعب والأكل والشرب وغير ذلك. نعم. وهذا يوجب العلم اليقيني بأن إمام المتقين صلى الله عليه وسلم كان يمنع أمته منعا قويا من أعياد الكفار، ويسعى في دروسها وطمسها بكل سبيل. نعم، هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم حرص كل الحرص على طمس أعياد الجاهلية والمنع منها، حتى إنه سد الوسيلة التي قد تجر إليها. هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فدل على أنه لو كان فيها شيء من ذلك في الزمان السابق لمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من الذبح في هذا المكان، مع أنه قد زال هذا العيد وزال هذا الوثن، لكن يخشى أن الشيطان يدب إلى الناس فيما بعد ويقول إنهم ما ذبحوا في هذا المكان إلا لأن هذا المكان معظم، أو أن هذا المكان فيه عيد سابق، فالشيطان يدب إلى المتأخرين فيرجعهم إلى ما منع منه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك سد هذا الطريق وأحكم سده عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وليس في إقرار أهل الكتاب على دينهم إبقاء لشيء من أعيادهم في حق أمته. نعم، ليس في إقرار أهل الكتاب على دينهم مع ما فيه من الأعياد التي يمارسونها من جملة دينهم، فإن الأمة لا يشرع لها، أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يشرع لها أن تشاركهم في أعيادهم، وإنما هي مقتصة بهم ومقصورة عليهم ولا تظهر في بلاد المسلمين. نعم. كما أنه ليس في ذلك إبقاء في حق أمته لما هم عليه في سائر أعمالهم من سائر كفرهم ومعاصيهم. نعم، لأن الإسلام منع من سائر ممارسات اليهود والنصارى في حق المسلمين، المسلمون لا يشاركونهم فيها ولا يعملونها ولا يتشبهون بهم فيها، كل ذلك من أجل حماية هذا الدين من أن يتسرب إليه شيء من غيره من دين اليهود والنصارى أو المشركين. نعم. يبدو مراد المؤلف الشيخ أنه إقرارهم على دينهم ليس إقرارهم في مشاركتهم يعني في شيء. إقرارهم على دينهم قلنا أنه خاص بهم يمارسونه فيما بينهم ولا يشاركهم المسلمون فيه، بل لا يظهرونه هم. نعم. ولو لم يشاركهم المسلمون لا يظهرونه في بلاد المسلمين ولا ينشرون الإعلانات عنه أو اللوحات التي تدعو إليه، فلا يظهرونه بأي شكل من الإظهار، بل يكون خفيا فيما بينهم، لا يعرف أن هذا المكان فيه عيد للمشركين أو لليهود والنصارى. نعم.
صلى الله عليكم. قال بل قد بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في أمر أمته بمخالفتهم في كثير من المباحات وصفات الطاعات لئلا يكون ذلك ذريعة إلى موافقتهم في غير ذلك من أمورهم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم سد الوسائل التي تفضي إلى الرجوع على شيء من دينهم، وذلك حتى في أمور المباحات التي هم يفعلونها وهي خاصة بهم المسلمون، مثل اللباس، شكل اللباس، شكل الشعور، شكل المشي والجلوس، شكل الركوب على الدواب، فهذه أمور مباحة في الأصل، لكن إذا كانت من خصائص الكفار ومن أعمال الكفار الخاصة بهم فإن المسلمون يتجنبونها من أجل قطع الطريق عن الرجوع إلى دين الكفار ودين اليهود والنصارى. هذا من باب سد الذرائع التي ينادي كثير من المغرورين الآن والمخدوعين أو الفاسدين في عقيدتهم، ينادون بأن تترك الوسائل ولا يقال بسد الوسائل، ولا لأن هذا من التضييق على الناس ومن الحرج على الناس، فهم الآن يريدون أن يفتحوا ما سده الرسول صلى الله عليه وسلم ومنع منه من أجل أن يختلط دين المسلمين بدين الكفار ولا يكون هناك فوارق. نعم. قال رحمه الله: ولتكون المخالفة في ذلك حاجزا ومانعا عن سائر أمورهم. نعم، مخالفتهم تكون حاجزة عن مشاركتهم في دينهم، والغرض من هذا هو تميز الإسلام والمسلمين بما أغناهم الله به من الدين وما أغناهم به من الشرع من أن يأخذوا شيئا من دين الكفار. نعم. فإنه كلما كثرت المخالفة بينك وبين أصحاب الجحيم كان أبعد عن أعمال أهل الجحيم. كلما كثرت المخالفة حتى في الأمور العادية، كلما كثرت المخالفة بينك وبين أصحاب الجحيم وهم اليهود والنصارى، فإنه يتحقق بذلك البعد عن أعمالهم، البعد عن أعمالهم والبعد عن دينهم وانفراد المسلمين بدينهم الصحيح، ويبقى نقيا لا يتطرق إليه شيء من غيره ولا يتسرب إليه شيء من غيره ولا يختلط بغيره. نعم. قال: فليس بعد حرصه على أمته ونصحه لهم غاية بأبي هو وأمي. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو حريص على أمته صلى الله عليه وسلم، حتى إنه حريص على هداية الكفار لأجل أن ينقذهم من النار، حتى إنه كان يغتم ويهتم إذا رأى الكفار على عنادهم، وعلى حتى قال الله جل وعلا: لعلك باخع نفسك، أي مهلك نفسك، ألا يكونوا مؤمنين. نعم، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية الكفار، فكيف بالمسلمين؟ حرصه أشد. نعم، عليه الصلاة والسلام. قال: وكل ذلك من فضل الله عليه وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم، هذا من فضل الله، هذا الدين وهذا الرسول وهذا الحرص منه صلى الله عليه وسلم على تميز أمته وبعدها عن مشابهة الكفار، هذا من نعمة الله لبقاء هذا الدين نقيا كما أنزله الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم مع شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان. في الحلقة القادمة إن شاء الله نتحدث عن الوجه الرابع فيما ذكره المؤلف. هذه في الختام تحية مهندس الصوت زميلي عبد الله السلولي، حتى نلقاكم إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.